السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم فيه كيفية حذف بيانات التصفح بتاعتك اللي على متصفحات أجهزة الكمبيوتر. تعالوا بنا نشوف هنعمل كده ازاي. بالنسبة للمتصفح الديفولت اللي بيجي مع الويندوز وهو انترنت اكسبلورر، هندوس على علامة الترس ومنها هنختار انترنت اوبشن وهنختار ديليت وهنعلم على الحاجات اللي احنا عايزين نحذفها كلها. عن نفسي بختارهم كلهم وهندوس ديليت. هتلاحظ ان الانترنت اكسبلورر بيقولك ان تمت عملية الحذف، وفي خيار لو انت فعلته المتصفح هيحذف البيانات او بيانات تصفحك اوتوماتيك اول ما يقفل. هنفعله ونقول اوكي. ده بالنسبه لانترنت اكسبلورر. بالنسبه لمايكروسوفت ايدج هندوس على الثلاث نقط اللي جنب بعض وهنختار هيستوري، ومن هيستوري هندوس على الثلاث نقط اللي جنب بعض تاني وهنختار كلير براوزنج داتا. هنختار اول تايم وبعد كده هنختار الحاجات اللي احنا عايزين نحذفها وانا بحددها كلها وبقول كلير ناو. وده بالنسبة لمايكروسوفت ايدج. اما بالنسبة لجوجل كروم بندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض ونختار هيستوري ونختار هيستوري تاني وبعد كده نقول نختار كلير براوزنج داتا. هنختار برضو الاول تايم في الادفانسد والبيزك ونحدد اللي احنا عايزين نحذفه ونقول كلير داتا. ده بالنسبة لجوجل كروم. أما بالنسبة لمتصفح بريف هندوس على الثلاث شرط اللي فوق بعض ونختار هيستوري ونختار هيستوري تاني ونختار كلير براوزنج داتا. هنا بيجيب لك ثلاث خيارات، البيزك هتختار برضو الاول تايم وتحدد الخيارات، والادفانسد هتختار الاول تايم وتحدد الخيارات بتاعتك، وان اكزيت دوت بيقول لك لما المتصفح يقفل يحذف ايه، فحدد له برضو كل حاجه. وقول سيف. ده بالنسبة لبريف. أما بالنسبة لفايرفوكس هندوس على الثلاث شرط اللي فوق بعض أو علامة الترس، دي أسرع. هنختار الخصوصية والأمان وبعد كده هنختار امسح التأريخ. هتحدد التاريخ كله وتختار الحاجات اللي انت عايز تمسحها وقول له حسنا. وفي خيار برضو في متصفح فايرفوكس ان هو يحذف كل حاجة بعد ما تقفل البراوزر اوتوماتيك. هتيجي عند القائمة المنسدلة اللي فيها تذكر التاريخ وهتختار يستخدم اعدادات مخصصة للتاريخ. هتفعل الخيار اللي هو امسح التاريخ عند اغلاق فايرفوكس ودوس على اعدادات وحدد له انت عايز تحذف ايه اول ما المتصفح يقفل وقول له حسنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معنا النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.